انه الاشقاء التوانسه في الاستوديو التحليلي في القناه الناقله للمباراه ما حدش سجل ملحوظه واحده على الحكم، بالعكس كل اللي اتكلم اشاد بيه كتير. تستغربوا بقى لما تيجي الانتقادات من مصر، لما تيجي الانتقادات من برامج تلفزيونيه مصريه، مش تنتقد الحكم، تنتقد مخرج المباراه اللي ما عادش لعبه وكانه لو كان عادل لعبه كان هينبه الحكم. نشوف الزميل هاني حتحوت وهو يحاكم مخرج المباراه من التلفزيون المصري الدكتور خالد عبد العاطي. السؤال على اللقطه كنت بسال الكابتن اينو عليها اللي طالب فريق النجم بالحصول على ضربه جزاء فيها والحكم اشار باستمرار اللعب، الكره ما تعادتش مش كده؟ بص يا ابو الكباتن اتفضل. الماتش 90 دقيقه، ال 90 دقيقه ما فيش كوره ما تعادتش بما فيها سواء على الاهلي او ضد الاهلي او على النجم او ضد النجم. تمام. اللي بيتفرج على التلفزيون انا ربطت الحدث، بس مهما كان انتماء اللي قدامي سواء اهلاوي او زملكاوي ما بيحاولش بقدر الامكان يقرب المسافات. اولا اعتراض جريده ما كانش على الكوره اللي يقال فيها انها مشكوك فيها انها ضربه جزاء، اولا هي ده مش ضربه جزاء وانا مش حكم. تمام. عشان اقدر احكم الناس دي كانت ضربه جزاء ولا لا. تمام. ولكن مع استمرار الحكم لان كان في دفع من المهاجم للمدافع وبالتالي كان في احتكاك جوه ال 18 انا مش بفصل عشان اذا كنت عايز ولا لا لان الماتش كان سريع. تمام. ثانيا الحكم ادى اللاعب انذار على اعتراضه. الجزء الثاني بتاع جريده حضرتك مش القصه قصه الاعتراض على ان كان ضربه جزاء ولا لا. الاعتراض اساسا جريده على الحكم الرابع بسبب تدخل كهرباء العنيف اللي كانت بعد ما اخذ انذار ولعبتها مره واثنين عند الكورنر لما داس على رجل اللاعب. الكره الثانيه كان هو فاكر ان الحكم هيدي كهرباء انذار وطرد. فلما الحكم حسبها فاول ما ادالوش انذار استمر اللعب. طيب انا عشان مش عايز اكون اتوه يعني هي لا انت مش بتوه انا قصدي اقصد اللقطه اللي انا بتكلم عليها لقطه الكره اللي حصل فيها التحام داخل منطقه جزاء الاهلي دي ما اتعادتش مش كده؟ ده السؤال. حضرتك ما هو الاعاده لازم بيبقى لها توقيتك. لكن يكون لها توقيت ممكن يكون اخر المباراه هي ما اتعادتش. ما هو اخر مباراه احنا عندنا في حاجه اسمها السيكونس دي جايه من الكاف وقاعد جنبي حد من الكاف. انا بعد المباراه بعد صفاره الحكم لازم يقول لي روح للجماهير لا خد رياكشنات اللاعبين ويا خارجه خدنا، فما ينفعش ان انا اخرج عن السيكونس اللي هو مديهولي. التسلسل ده بيكون في حد قاعد جنب حضرتك من اي مسؤول من لجنه ايه بيكون قاعد بيه؟ هو اللي كان قاعد جنبي كان المسؤول عن البث التلفزيوني للشركه اللي هي الراعيه او الشركه اللي هي واخده حقوق البث اللي هي الفرنسيه. تمام. فهو في عنده رننج اوردر بيبدا بيه وبيختم. لما انت مش هتوه يعني سلامتك من التوهان. هتوه ازاي؟ بقى انت داخل عايز حاجه هتسيبها؟ مش هتسيبها يعني. انت بس عشان احنا ما نتوهش بقى. لا يمكن ده اتيتيود، ده كلام بمشاعر يا ده مش راجل يعني مقدر. امال هو لو هو في التلفزيون التونسي هيقول ايه؟ ايه الاصرار العجيب ده؟ وايه العمال يحاصر الراجل عشان طب خلاص هو غلطان طلع اهلاوي وما عادش اللقطه مثلا، هتفيدك بايه دي غير انك انت بتصدر للراي العام الخارجي مشكله؟ نفس السيناريو، جزء من السيناريو، لان الماتش مش خلاص الماتش خلص. انت جاي عايز تثبت ايه؟ انت جاي عايز تثبت ايه؟ هي دي اول مره ما تزعش الاستوديو استوديو القناه النقل للبطوله بما فيهم توانسه وجزائريين ما جابوش سيره الكوره، ما حدش اتكلم على انه النجم كان له ضربه جزاء، احنا بس اللي صعبان علينا قوي وزعلانين قوي. انت عارف الكوره دي عباره عن ايه؟ المراقب الحكم. ما انا شفتها. لا المخرج سوري. لا رامي ربيعه الكوره مرفوعه كده ورامي ظهره للعيب اللي خبط فيه. ايوه. فطار في الهواء ما عرفش يجيبها وهو بيلف
التاني كان بقى في حضنه لان لعب كرة وزقاه، يعني مش اصلا واسب عليه. ولما اعترض الحكم ده انذار على الاعتراض. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني انت اصلا الكرة مسارها ان رامي مش شايفه. يعني كنت اقدر اجيب اللقطه واجيب خبراء تحكيم بقى، دي بنالتي ولا مش بنالتي، ما دمت حريص على حق النجم او حريص على القصاص من الاهلي اجيب خبراء تحكيم، لكن هجيب مخرج تلفزيوني لمجرد مساءلته مع كل الاحترام والتقدير ليه؟ تقديره كده يا اخي. انت ليه ما عدتش؟ انت ليه طالبه انه يكون خبير قوي ان هو ايه اللي يتعاد وايه اللي ما يتعادش؟ وبعدين حاجات كتير يعني لما مسكناه في الاتجاه ده مره قعدوا قال لك ازاي يبقى مخرج مصر ويجيب اللقطات السلبيه دي اللي هياخدوها علينا بره في حاجه في الملعب ولا في الجمهور. مصر وزيمبابوي الشهيره الله اللي اتعادت ولحد النهارده مش دورك انك انت توجه المخرج يعيد تشكك الناس في تلفزيون بلدك.